هناك صفات إذا اتصف بها أي مجتمع فإنه سيؤول إلى السقوط والانحطاط، هي النزاع والعنف والتهور. قد يكون العمل الضئيل المخلص أرفع وأسمى من عمل جبار وكبير، لأن الميزان في العمل ليس الكثرة أو الكبر، بل الإخلاص هو المعيار الأساسي في العمل عند الله الحكيم. الأثر العظيم لا يكون إلا بمقدمات ومبادئ عظيمة.